السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. تلاميذي الكرام، في هذا الفيديو سأتكلم عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا دورة تجوان 2024. قبل الحديث عن نتائج شهادة البكالوريا، هو أن التصحيح الثالث في بعض المواد قد انتهى، مثل اللغة الإنجليزية، وبعض المواد إن شاء الله تعالى غدا بحول الله تعالى يتم الشروع في التصحيح الثالث. وبالنسبة للمواد العلمية هما اللي يطولوا في عملية التصحيح، كثرة الأوراق إلى آخر ذلك الإضافية. بالنسبة لموعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، وأنه حسب المراسلة التي نشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه النتائج ستكون في 15 جويلية، لأنه الأبواب مفتوحة أمام حاملي بكالوريا 2024 من 13 جويلية إلى غاية 16 جويلية كما هو مبين في الصورة. هذه هي المراسلة التي نشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. العام اللي فات فتحوا الأبواب أمام حاملي بكالوريا 2023 من 15 جويلية إلى غاية 18 جويلية، والنتائج كانت في 17. فبالتالي هذه السنة احتمال هو أن النتائج رايحة تكون في 15 جويلية. وكما تعلمون أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد صرح من قبل لوسائل الإعلام وقال في حدود 20 جويلية، ولا يعني أنه رسميا في 20 جويلية، لأن النتائج راهي مرهونة بنهاية التصحيح. اتفقنا، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا، والاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا يكون عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني لامتحانات المسابقات، او عن طريق رساله الاس ام اس. ان شاء الله لما تقرب النتائج ندير لكم فيديو كيفيه الاطلاع على نتائج شهاده البكالوريا عن طريق رساله نصيه الاس ام اس جيزي اريدو وموبيليس، يعني كامل الشرح. والى اللقاء.